السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كورس Virtualize from Scratch. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع الـ Content Libraries، والموضوع شرح نفسه بس إحنا نعرف هو بيعمل إيه. Content Libraries، Libraries أو Library مكتبة. أوكي، هنشوف المكتبة دي نقدر نستفيد منها إزاي. إحنا في الموضوع رقم 21، فاضل موضوعات قليلة إن شاء الله وخلاص. تقريبا من اول هنا، من اول الكونتنت لايبراريز للاخر، هي موضوعات مكمله. يعني كل الموضوعات اللي فاتت دي كلها، الغالبيه العظمى من كل الموضوعات اللي فاتت، هي حاجات حضرتك هتحتاج تعملها ولا غنى عنها، طبقا طبعا لحجم الانفايرمنت وطبقا لللايسنس اللي موجوده عندك. من اول الفيديو ده الكونتنت لايبراريز فصاعد، فاللي جاي كله ادوات مساعده، يعني حاجه ثانويه ملهاش لازمه. انا ما قلتش ان هي ملهاش لازمه، بالعكس، انت ما تعرف وظيفه كل واحده منهم هتلاقي ان هي مفيده جدا. بس اللي اقصده واقوله ان، يعني زي ما نقول كده، ايه اللي فات ده كله الاساس، اللي فات ده كله الموتور العجل. اوكي، اللي جاي ده بقى ايه؟ المرايات، الكهرباء، فتحه السقف. فهمتوا حاجه؟ اوكي، library مكتبة، موضوع شارح نفسه مفهوم يعني. طيب يعني ايه مكتبة في الـ vSphere؟ هحط في المكتبة ايه؟ في العادي بنحط في المكتبة كتب، مفهوم. طيب المكتبة السوفت وير دي يعني هنحط جواها ايه؟ كتب برضو؟ لا طبعا، بس حاجة هيكون ليها علاقة بالـ vSphere environment. الـ content library مكتبة المحتوى. اوكي، الـ content library في الـ vSphere بنستور جواها الايسو ايمجز، نستور جواها الفيرتشوال ماشين تمبلتس. حاسس نفسك ما فهمتش حاجه؟ اوكي، الكونتنت لايبرري هي حاجه منظمه ومساعده في استخدامك للايسو ايمجز وللفيرتشوال ماشين تمبلتس. مهما كان حجم شركتك، صغيره كبيره، ف هتفيدك جدا الـ vSphere Content Libraries، وهي موجودة من أول الـ vSphere 6.0، يعني طبعا موجودة في 6.5. طيب أحط فيها الـ ISO Images. هتقولي طب ما أنا ممكن أحط الـ ISO Images في داتا ستور عادي يعني. آه صحيح، هو ممكن عادي يعني، ممكن آه، بس أنت مش هتخسر حاجة لما تستخدم الـ Content Library، لأن أنت هتشوفها إلى أي مدى بتنظم لك الـ Images، بتنظم لك الـ ISO Images. وكمان لو شركتك كبيرة شوية وعندك فيرتشوال ماشين تمبلتس كتير، لو عايز كمان ايه كمان بقى، لو عايز تشير الكونتنت لايبرري المحتوى اللي فيها الايسو ايمجز والفي ام والفيرتشوال ماشين تمبلتس الى سايتس، ريموت سايتس عندك. انت عندك اكتر من في سنتر، عندك خمس ست فروع، وفروع كبيره وكلهم فيهم في سنترز، وانت من الاداره عندك بتتحكم في كل دول. طيب لما يبقى عندك ايسو ايمج، انت تقدر تستريم الايزو ايمج، حرفيا تستريم الايزو ايمج للريموت سايت. طبعا ده بيرجع على سرعه الانترنت، الوان كونكتيفيتي يعني. اوكي، الوان كونكشن، الوان كونكشن سبيد. تقدر تستريم الفيرتشوال ماشين تمبلت كمان. اقدر استريم فيرتشوال ماشين تمبلت؟ اه، تبقى هي الفيرتشوال ماشين دي ستورد لوكالي عندك انت في الكونتنت لايبرري اللي عندك انت في الهيد كوارترز، وتعمل لها ستريم للريموت سايت. فالادمنستريتور اللي في الريموت سايت، او انت شخصيا يعني عايز تديبلوي فيرتشوال ماشين في الريموت سايت، هتعمل ستريمينج عادي خالص. بتعمل حاجه اسمها شيرينج للكونتنت لايبرري، بس ده موضوع ادفانسد، هو يعني ادفانسد لكن تطبيقه سهل، بس هو مش في موضوعنا دلوقتي. اوكي، ان انت بتعمل شيرينج للكونتنت لايبرري. طيب الكونتنت لايبرري بتحتاج ايه؟ الكونتنت لايبرري طبعا بتحتاج ستورج علشان تخزن فيه الايزو ايمجز او الفيرتشوال ماشين تمبلتس. دي حاجه ترجع لك انت بقى على حسب كميه الايزو ايمجز اللي عندك، او كميه الفيرتشوال ماشين تمبلتس اللي عندك. تمام، فانشاء الكونتنت لايبرري نفسه بيحتاج انك تشاور له على، او تديله، تعطيه داتا ستور يشتغل عليه ويخزن عليه الداتا. فدي حاجه هترجع لك انت، ملهاش بيست براكتس، بس يعني دي طبخه لتفضيلاتك، تعمل لها بقى
داتا ستور مخصصه، او تبقى شيرد في داتا ستور بس يبقى داتا ستور طالع انه كبير، وتراقب بقى استهلاك الداتا ستور علشان ما تحطش اي ايمجز بزياده والداتا ستور عندك يقفل ويعمل لك مشكله في البرودكشن فيرتشوال ماشينز اللي شغاله على نفس الداتا ستور. طبعا لازم يكون الهوست اللي هيستفيد من الكونتنت لايبرري لازم يكون ليه اكسس على الداتا ستور دي. انت هتقولي معنى يعني بالديفولت ان مش احنا عندنا الداتا ستورز بتكون شيرد؟ هو الداتا ستور شيرد، بس مش بالضروره ان كل الداتا ستورز اللي عندك في الانفايرمنت تكون شيرد اكروس اول اوف يور اس اكس اي هوستس. مش بالضروره يعني ان هي تكون مشتركه في كل الاس اكس اي هوستس اللي عندك طبقا لحجم الانفايرمنت. ده الخلاصه بس علشان نختصر الجزء ده، الاس اكس اي اللي هيستفيد من اللايبراري لازم هو نفسه يكون ليه اكسس على الداتا ستور اللي ستورد عليه الكونتنت لايبراري. فلما يبقى في عندنا فيرتشوال ماشين هنا مثلا عايزين ماونت عليها ايسو ايمج من الكونتنت لايبراري، لو الهوست بتاعي ده مش قادر يوصل او يشوف اصلا الداتا ستور الخاصه بالكونتنت لايبراري فمش هيستفيد بيها. فدي نقطه مهمه يا ريت ايه ناخد بالنا منها، ويبقى ما نضيعش وقت ونروح على الديمو على طول. طيب ادي اللاب، نروح للكونتنت لايبريز منين. الاول احنا نشوف احنا بنتعامل مع الكونتنت لايبراري من فين، وبعدين نروح نكريتها ننشئها. فهنلاقي مثلا انا لما اجي انشئ فيرتشوال ماشين جديده، رايت كليك واقول له نيو فيرتشوال ماشين، فهلاقي ان في عندي حاجه اسمها نيو فيرتشوال ماشين فروم لايبراري. خد بالك، او الكلونينج، عايز اكلون رايت كليك على فيرتشوال ماشين، في كلون، في حاجه اسمها كلون، اوكي كلون تو فيرتشوال ماشين خدناها قبل كده، وفي كلون تو تمبلت اهي خدناها قبل كده واخدنا، وفي كمان كلون تو لايبراري، ممكن اكلون لللايبراري مباشره. تمام طيب، والتمبلتس اوكي اقدر كمان، بس دي مش هنشوفها من هنا. لو قلنا اهو زي ما قلنا كده نيو فيرتشوال ماشين، فرايت كليك، حتى ولو يعني ممكن اختار التمبلت، لا هنا دي ما فيهاش، هي التمبلت بس اللايبرري عفوا من بره، اوكي ما علينا. فاللايبرري زي ما قلنا علشان استخدمها اكسسبل من ضمن الطرق من هنا، او ان انا ديبلوي الفيرتشوال ماشين من فروم لايبرري، او ان انا اكلون تو لايبرري، واقدر كمان اماونت الايزو ايمج للفيرتشوال ماشين من خلال اللايبرري، بس خلينا نشوفها لما نوصل للنقطه بتاعتها. طيب نروح ننشئ اللايبرري ازاي. نقف على هوم، نروح للهوم، او هنلاقي عندنا اهي كونتنت لايبرري سيف. لو رحنا للهوم اوكي ادي الكونتنت لايبريز، او من هنا واختار كونتنت لايبريز. اوكي ادي اللايبريز عندي زيرو، طبعا حاليا مفيش اي لايبريز. خلينا ننشئ كونتنت لايبرري، او كرييت نيو كونتنت لايبرري، نديلها اسم هسميها مثلا HQ مثلا. طيب على اي في سنتر، هو طبعا لان احنا هنا عندنا في سنتر واحد وما فيش اكتر من في سنتر لينكد ببعض، فمش هنشوف الكلام ده، هو يعني مش هنشوف ان في اختيارات. يعني انا ليه عندي هنا دروب داون ليست؟ علشان لو عندي حاجه اسمها في سنتر لينكد مود، يعني ان لو عندي اكتر من في سنتر وكلهم موصولين ببعض، فبقدر اتحكم في كل الفي سنترز من شاشه واحده. اوكي اسميه اتش كيو نيكست. هنا بقى بيسألني نوع اللايبرري، اللايبرري ليها أنواع، أوكي؟ Local library ولا Published library ولا Subscribed Content library؟ إيه الفروقات؟ Local library هي library local موجودة محلياً عندي أنا هنا، أوكي؟ وبستخدمها فقط للـ vCenter ده. Publish externally اللي هي publish library to be published externally، اوكي دي احنا بنستخدمها لما بنpublish بننشر او بنعمل sharing للlibrary externally، يعني خارج الفي سنتر بتاعنا الى في سنترز اخرى في سايتس تانية over HTTP او HTTPS. بتستخدم HTTPS بشكل رئيسي، فخدوا بالكم لو عندك اكتر من في سنتر وهتستخدم فيها الطريقه دي هتشير يعني الكونتنت لايبراري من موقع الى مواقع اخرى، تتاكد ان في الفاير وولز ان ترافيك ال HTTPS للفي سنتر بيمر،
من المين سايت للريموت سايتس. خلاص انيبل اوثنتيكيشن، ممكن اعمل لها اوثنتيكيشن بباسورد علشان يعني زياده التامين ان مفيش مواقع اخرى تاخد من اللايبراري بدون تصريح. اوكي، او سبسكرايبد كونتنت لايبراري، ان اللايبراري دي هتاخد من لايبراري اخرى، فانا هشترك في لايبراري اخرى اقدر اداونلود منها الكونتنت او اقدر استريم من خلالها الكونتنت. احنا هنختار اللوكال لايبراري. نيكست. اوكي، هنا بيسالنا هنا بقى احنا هنخزن الداتا اللي داخل الكونتنت لايبراري فين، من ISO images ومن virtual machine templates. ممكن ان احنا نخزنها على SMB او NFS share remote share على النتورك عندي، ده ممكن. اوكي، على سان ستورج مثلا او على سيرفر فايل سيرفر، ده ممكن، بس ما يبقاش الفايل سيرفر اساسا virtual machine جوه الفي سفير، يعني عشان ما تعقدهاش على نفسك. او الاسهل، بص عشان ما تعقدش المواضيع على نفسك، بس دي يعني مجرد اوبشن، اوكي، اختار داتا ستور يكون اكسسبل لكل السيرفرات. فانا هختار مثلا لان 1. اوكي، نيكست. طبعا التانيين دول لوكال ديسكس، ها، نوت شيرد. ادي السامري، فينش. جميل جدا، وانشا لي الكونتنت لايبرري اهي. نشوف كده جواه ايه، دوس كليك هنا عليها في الشمال او هي على الاسم بتاعها. ادي السامري بياناتها. اوكي، الكونفيجريشن، عشان لو هنعدل في الكونفيجريشن ممكن بعد كده اعملها انها تكون بباسورد، وممكن ان انا اوكي ان انا كمان اعملها ببلشنج، اقدر اعملها ببلشنج. لا انا مش غلطان، كنت ممكن اغير الاوثنتيكيشن. لا اوكي، اعملها ببلشنج. اهي لما نعملها ببلشنج هيدي لنا URL، ال URL دي بنعمل لها كوبي وبناخدها بنستخدمها في المواقع الاخرى اللي هننشئ فيها هناك بقى ايه، لوكال لايبراري، لا هننشئ فيها سبسكرايبد كونتنت لايبراري. هنحط ال URL دي هناك، بس نتاكد من السكيورتي تيم ان الفاير وول فاتح مرور للكونتنت لل URL دي. وممكن كمان اعمل لها اظبط لها اوثنتيكيشن، ده اللي تحت تاب كونفيجر. وعندنا اهو التمبلتس، دي لايبراري التمبلتس. هنا مفيش تمبلتس، ممكن امبورت. اوكي، امبورت تمبلتس. فامبورت تمبلت ممكن تبقى التمبلت عندي انا على الكمبيوتر اصلا، يعني عندي على الديسك توب مثلا، واقول له براوز وهاخد التمبلت. ممكن تبقى او في اف تمبلت، او في اي تمبلت. اوكي، اخدها واعمل لها امبورت، او ان انا بحول فيرتشوال ماشين للايبراري. هنشوفها يعني، ممكن نشوفها لو الوقت ساع، لكن الاساس يعني استخدامه في منتهى السهوله الحقيقه. بس هنركز في الاول على الايسو ايمجز، ولو كان في وقت فايت في الفيديو ممكن نجرب نعمل ان احنا نحول فيرتشوال ماشين الى اللايبراري. طيب وايه كمان؟ اوكي، الاذر تايبس. الاذر تايبس هنا بقى الايسو ايمجز، امبورت ايتمز. اوكي، ممكن كمان نختار OVA. اوكي، OVF files، OVF packages، او نختار ISO images. اوكي، هو انا قلت حاجه، لحظه بس عايز اكد على معلومه انا قلتها دلوقتي عشان انا ما اتلخبطش وما لخبطكمش معايا. اوكي، لا خلاص الكلام اللي انا قلته تمام. ممكن هنا كمان امبورت OVF او نيمبورت ISO image، هقوله براوز ونوري له بورتفوليو مثلا، يعني مايكروسوفت ويندوز. ده اسم الفايل، لو تلاحظوا بص اسم الفايل يعني ما تعرفش ده ايه اصلا، ايه ده يعني، فهمت انا كده لما شفت الفايل ده في الداتا ستور، فهمت انا بقى ده ايه. انت بعد فتره هتتلخبط لان مايكروسوفت بتدي مسميات للويندوز ايمجز غير يعني غير مفهوم، يعني هو مفهوم للمايكروسوفت من وجهه نظري، لكن انا كاند يوزر افهمه ازاي؟ يعني انا افهم ده ازاي؟ فهمت انا كده ده ويندوز كام؟ ما اعرفش. فنعمل ايه حضرتك بقى دلوقتي؟ احنا عملنا براوز، اخترنا ايسو ايمج. اوكي، الايتم نيم هسميها بقى، هسميها ايه؟ هسميها ويندوز سيرفر 2008 R2 مثلا.
هسميها مثلا W2K8-R2 مثلا، كل ده يرجع لي انا وطبقا لاحتياجاتي. وهنا في النوتس هقول بقى، هقول والله دي ويندوز سيرفر 2008 R2 64 بت، مع ان معروف طبعا ان الار 2 ما فيش منه غير 64 بس، بس يعني اوكي. بيلد مثلا 105442 مثلا، مثلا ديسكريبشن اوكي. هو هبتدي دلوقتي يعمل امبورت. لو انت بتعمل امبورت وده طبيعي انه يحصل معاك، لو كان حجم الفايل الايزو كبير ممكن قوي يضرب معاك ايرور، ده سيرتيفيكت، ده بسبب الاس اس ال سيرتيفيكت عادي خالص، انت بس هتاكسبت السيرتيفيكت من هنا اوكي. او لو انت اوريدي اساسا عندك سيرتيفيكت مشتريها فمش هتحتاج تعمل كده، سكيورتي سيرتيفيكت. هو دلوقتي بيعمل ابلود ليها، نديلها شوية وقت ونرجع تاني. انا اضفت ايمج كمان للينكس سنتوس. لاحظ حاجة يا شباب عشان تساعدكم في تحديد حالة الايمج، هنا العمود ده بيقول ايه، الكولوم ده بيقول stored content library اوكي، stored content locally عفوا، هنا مكتوب no، ده معناها ان الكونتنت مش موجوده locally على الكونتنت library دي. طب ده يعني في حاجه، اما ان هو حاليا لسه بي ابلود فالمفروض هنا يكتب yes لما يخلص، او ان لو ان دي secondary subscribed يعني subscribed library فهيبان عندك هنا no ان اللايبرري دي مش الكونتنت دي مش موجوده لوكالي هنا، فانت ممكن تعمل لها داونلود. طب نتكلم بقى دلوقتي على ايه، نتكلم على لو انك عندك library secondary، library بره، library subscribed عامله اشتراك في اللايبرري الاساسيه خلاص. طبعا السايز مهم قوي اوكي، بيدينا هنا التاريخ او الانشاء. تمام كده خلاص الابلود خلص اوكي للتو فايلز. خلونا نحاول بقى نجربهم، بس الاول قبل ما نمشي من هنا خلونا نشوف حاجه. واحنا عاملين سيلكشن دلوقتي بقى الستاتس اتغير اهو، لو تاخدوا بالكم بقى ايه، الستورد كونتنت لوكالي يس، ده معناه ان خلاص الابلود خلص وحجم الفايلات باين اهو. لو انا عامل سيلكشن على اي واحد فيهم وليكن مثلا الويندوز واقول له اكشنز، الاكشنز فيها مجموعه حاجات، ابديت ايتم، ابديت ايتم ده لو عايز احدث حاجه في النوتس اللي عليه، او انه يعمل او ان انا هحط هابلود فايل تاني مكانه بنفس الاسم اوكي، اقدر اعدل تاني هنا بقى النوتس اللي هنا دي كده اوكي. كلون اقدر اعمل منها نسخه تانية كمان في نفس المكان لاي غرض. سينكرونايز ايتم، سينكرونايز ايتم ده لو ان انا على سبسكرايبد سبسكرايب لايبرري يعني لايبرري في مكان في ريموت لوكيشن وبيقرا من سنترلايزد لايبرري مثلا، فلما بقول له سينكرونايز ايتم هيعمل كده داونلود للداتا من الهيد كوارترز الى الريموت كونتنت لايبرري، او هيحدث يعني اي بيانات جديده عليها. رينيم، اديت نوتس، اديت نوتس دي النوتس اللي عليها خلاص زي ما احنا شايفين. طبعا الحاجات دي مهمه يا شباب. طيب في حاجه كمان بقى مهمه انا عايز اوريكم النوتس، هي ليه مش باينه هنا النوتس، النوتس مش ظاهره، احنا مهم ان النوتس تظهر، هتفيدك انت. رايت كليك شو اند هايت نوتس نيم، نيم باينه، نيم كونتنت لايبرري، ديسكريبشن، ديسكريبشن description. description ده مهم طبعا، خلينا نجيبه كده في الاول يعني ليك انت عشان تبقى شايف بعينك ايه الايتم ده تحديدا. تمام فادي اهو الديسكريبشن والسايز. تمام ممكن نعمل ايه كمان، ممكن نعملها export ونعملها import في library تانية. في حاجة مهمة قوي بقى، لما يكتر عندك عدد ال الايتمز هنا اللي في اللايبرري تقدر تعمل تاجز، تستخدم التاجز وانا انصحك انك تستخدمها اوكي. اساين تاج او ريموف تاج، نقول له اساين تاج مثلا اوكي. هعمل تاج هنا، انا مفيش عندي تاجز حاليا ومفيش ليها كاتيجوريز، هقول له نيو، نيو تاج هسميه مثلا ويندوز اوكي. ديسكريبشن
مثلا يعني ام اس ويندوز او اس مثلا، اي تاج انت عايزه. اوكي كاتيجوري، نعمل له كاتيجوري بقى. هنا انا ما عنديش كاتيجوريز، نقول له نيو كاتيجوري، هسمي الكاتيجوري مثلا مايكروسوفت مثلا، والديسكريبشن مايكروسوفت برودكتس. خلاص هيشتغل على ايه التاج ده؟ التاج ده هيشتغل على الكونتنت لايبرري. هو متعلم اكيد علامة صح هنا على حاجة اهو، على لايبرري ايتمز. اوكي نقول له اوكي. احنا كده كأنشأنا التاج وأنشأنا الكاتيجوري. خلاص هنا اهو التاج اهو، نختار بقى التاج، لان هي اصلا هنا في library يعني التاجز ما كانش عندي فيها اي تاجز، فاحنا الاول انشأنا تاج علشان نستخدمه. خلونا ننشئ التاج كمان بالمرة. اوكي في ايه هنسميه؟ لينكس، لينكس او اس بيك كاتيجوري. هنلاقي فيه دلوقتي مايكروسوفت اللي احنا انشأناه، طبعا احنا مش عايزين كده. او ممكن اعمل كاتيجوري اسميه اوبريتنج سيستمز، يعني طبقا للي انا عايزه في الانفايرمنت بتاعتي. خلاص اوكي الكاتيجوري نيم لينكس او اس، وممكن اعمل واحد تاني اسميه سنتوس وهكذا، لينكس اوبريتنج سيستمز مثلا. خلاص كده انشأنا الكاتيجوري والتاج. هنا احنا بنتكلم على الفيرتشوال ماشين الويندوز، فانا هختار تاج الويندوز واقول له اوكي. ونيجي نكرر نفس الكلام على سنتوس، رايت كليك اساين تاج لينكس. ده هيساعدنا في التنظيم وهيساعدنا في البحث من الاخر. لما يكون عندي انا هنا لسته طويله جدا من الايسو ايمجز وانا تايه جواها وعايز ابين بس كل اللي اسمه ويندوز، كل الويندوز اللي كاتيجورايز از ويندوز، ففي تاج اسمه ويندوز واقول له انتر كده جاب لي الويندوز فقط. اعمل تاج اسميه 2008، لما اكتب 2008 هيجيب لي الويندوز 2008 بس، لو كتبت لينكس هيجيب لي لينكس بس. ده علشان انا كتبتها غلط، علشان الفلترنج والبحث. نكس ليه لينكس غلط؟ ولا انا اصلا كاتب ال، طب لحظه ممكن ابقى انا اساسا كاتب الكاتيجوري، الكاتيجوري هنا ده غلط. تاج ريموف تاج، انهي تاج لا اسوي نعمله ريموف لينكس؟ ما هو صح اهو، امال ايه؟ علشان ال كابيتال يعني اللي في الاول. والله لحظة يمكن كده السبب. نكس ستيل برضو مع اهو نكس مش فرقة. طيب ممكن بس ال، لو كتبت سنتوس اوكي ممكن بس يبقى التاج في حاجة في اسمه يعني. خليني ارجع للتاج tags، لا دي tasks لحظة واحدة. tags tags tag and categories اهو. linux os مالك يعني، مش كلمة مكتوبة صح برضه ولا انا غلط في حاجة؟ linux ايه مش عارف، كتبها سمول مثلا؟ لا مش منطقي طبعا يعني، لينكس اهو حاضر كتبها لك سمول بس اكيد في ايه يعني. خلاص نرجع تاني لل للكونتنت لايبرري. كونتنت لايبرري اوكي، لو كتبت لينكس يعني لو ما طلعتش خلاص بقى نسكيب دلوقتي. اوكي لا ممكن بس انا يبقى عندي انا في مشكلة. خلاص ما تشغلوش بالكم، بس يعني على كل حال هي اشتغلت مع مايكروسوفت، مش عارف يعني انا عمري في حياتي ما قابلني الصراحة الموقف ده، موقف غريب قوي يعني. طب على كل حال ما تشغلوش بالكم، هو اكيد التاج هو اللي فيه حاجة، حتى ده كمان على التاني اسمه ويندوز. ويندوز اوكي جميل. طيب خلونا نستخدم التاج، نروح على فيرتشوال ماشين، عفوا نستخدم ال ال ISO image من ال content library. خلونا نفتح virtual machine ونشوف جواها. اوكي virtual machine دي مثلا نفتح الأول console عليها، ومن جواها نفتح ال
my computer ونشوف. نرجع تاني هنا اوكي ل configuration virtual machine، هنماونت عليها image ايسو image، المفروض طبعا احنا عارفين منين يعني. اوكي ادت السيتنجز،